لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا رحمة الله الواسعة، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، روحي وأرواح العالمين، ومن في الوجود لك الفداء، وقل الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا. يا سيد الشهداء غريب يا مظلوم كربلاء، يا محي الزوار يا ابو علي، كسدين طول الدهر ثوب المصائب، مصاب رقى من غالب، أي غارب فيا لك من رز أطل بلوعة، وأضرم نار الحزن بين جوانبي، غدا أصاب الدين سيف ابن ملجم، وأردى عليا خير ماش، وراكبي وراح عليه الروح جبريل ناعيا، وطبق حزنا شرقها والمغارب، وناح عليه الجن والإنس بدمع سفوح كالسحائب،
ساكبي مدارسه أضخد دوار سبعده وليس بها غير الصدى من مجاوبي وضلت يتام المسلمين ندادبا بدمع سفوح كالسحائب ساكبي ولم أدر لما أنسرى في نعشه وحفت به أبناء الويوم نغالب هو المرتضى في نعشه يحملونه أم العار ساروا به فوق المناكب كأني بزينب لما رأت الطبيب خارجا من عند أمير المؤمنين تخاطبه بلسان الحال زينب نادت الجراح والعبرات سجابة أبونا من تجس جرحي برفج لا تلكم صواب الله عليك يا الجراح شد برفج راس الحيل بل كمن تشد جرحه صواب الفراس يا جراح جان العيد يا مرفج صباح العيد كل الناس تفرح به وبيت المجد سد بابه وردت تسأل الجراح والعبرات مسجومة اصواب ابونا شلون عندك خلاص معلومة يقلها صواب راسه مجيد من ضربة المشومة ما ظنين تعش ويقوم خلي يودع أحبابه تغير لون بتحدار بيوم السمعة الجراح يقلها آيس منا وقامت تسكره حبره طول الليل ما نامت الله يساعد قلبها شلون تنام زينب وأبوها بتلك الحالة طول الليل ما نامت لما فجر المصيبة لا افتجعت بالأب ونادت الله عليك يا يابه لأبوها افتجعت وقامت تهل بدم دموع العين قلبها يلتهب ناره وتعاين بوجه حسين تقل راح والدنا يا أبا عبد الله تقل راح والدنا ويتمنا من أبونا البين كل ما قال للجراح ليلة أمس بجوابه صاح الحسين لا تبكين يا زينب تصدعيني أبوك الفحل حي ما مات وأنا الخلف ذكريني إحزام من الزلم بالبيت
عندك يا ضوى عيوني كل اخوتك هاي عد عيناك وتشابه. قالت لك كفو نعمان انتو سباع ادريكم ابونا عالوفا والجود وام العلم ربيكم عدوكم يحمن يسمع يا ابو محمد بطاريكم لكن تدري القلب ينعاب حين اللي يفقد احبابه. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب عليه السلام. صلوا على محمد وآل محمد. زينوا مجالسكم. يقول الرسول صلى الله عليه وآله زينوا مجالسكم بذكر أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فذكره زينة المجالس. من هو هذا؟ هذا وصي رسول الله، هذا أمير المؤمنين، هذا إمام المتقين، هذا يعصوب الدين، هذا خليفة رسول رب العالمين، هذا علي. ومن هو علي؟ من ذكره عبادة. كيف تزدان مجالسنا بذكر شخصية كشخصية أمير المؤمنين لولا أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول ذكر علي عبادة؟ يعني أن المجالس تزدان بالعبادة. ولذلك علي علم، علي فكر، علي إيمان، علي عبادة، علي تقوى، علي صلاح، علي إخلاص. حينما تذكر هذه الشخصية من هذه الجوانب تعلم أنك تعيش حالة من حالات العبادة لا يؤكد عليها الرسول صلى الله عليه وآله من فراغ. ولذلك يقول أحد العلماء إن هذا الرجل منذ أن أطل على الدنيا ملأ الدنيا عملا وعبادة. إذا أراد الإنسان أن يقف على هذه الشخصية حتى يزدان هذا المجلس بذكر هذه الشخصية العظيمة، نقول أن هذه الشخصية ينبغي النظر إلى خصائصها من وجهين. عادة إذا قيل خصائص يعني أنها تختص بهذه الشخصية. وأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام خصائصه تارة ربانية وتارة خصائص كسبية. شلون يعني؟
هناك خصائص ربانية يعني عطاء إلهي لا دخل للإنسان فيه إلا نظرة الله جل وعلا لاستحقاق هذه الشخصية لهذا العطاء الإلهي. وإذا قيل كسب فخصائص كسبية يعني سعى الإنسان للوصول إليها، وهي أيضا هي بالتالي لو لا توفيق الله لما يصل إليها الإنسان، هي عطاء إلهي أيضا، لكن هذا العطاء تسديد لحركة الإنسان لعمل الإنسان. ويمكن أن نقف على ثلاث في الأولى وثلاث في الأخرى. فثلاث خصائص من خصائص هذا الرجل العظيم الإلهية: أولها أن الله جل وعلا اختار لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أسرة هي من أعلى الأسر، بل ليس هناك في عالم الدنيا والآخرة أسرة أعظم من هذه الأسرة، هي أسرة النبي محمد. نعلم أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو من رسول الله. أنا منك يا علي وأنت مني، علي من رسول الله لأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. نعلم أن الأسرة أيها المؤمن ترى تعطي للإنسان حجما بارزا وتضيف إلى مقامه مقاما. ألا تجد أن الالتماء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حالة فخر، ولكن تتطلب من الإنسان عمل، لأن الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله دون السعي للتخلق بأخلاق رسول الله وعمل رسول الله وزهد رسول الله وعبادة رسول الله وتقوى رسول الله وإيمان رسول الله لا خير في تلك الدعوة، ولكن هي حالة الانتماء حالة تعطي لتلك الشخصية بروزا ومقاما. كيف من كان هو مع رسول الله صلى الله عليه وآله من نور واحد. سنلتفت إلى هذا المعنى، هذه خاصية من خصائص أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول عنها الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام رزقنا الله وإياكم الوصول عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أنا وأنت يا علي خلقنا من نور واحد. بلى في الحديث عن سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه في حديثه مع أمير المؤمنين يقول له: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لك: يا علي كنت أنا وأنت من نور واحد تحت عرش الله قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلما خلق الله آدما جزأنا إلى جزئين، فأنا جزء وأنت جزء، لكن الأصل شنو هو؟ نور واحد. هذا الذي قال عنه القرآن، سلتفت إلى المعنى: وتقلبك في الساجدين، أي نور رسول الله كان مقترنا بنور علي يتقلب في أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة إلى أن وصل إلى عبد المطلب فانشق إلى نورين في عبد الله وفي أبي طالب، فكان من ذا رسول الله ومن هذا أمير المؤمنين. أيضا أليس في الحديث عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قل: يا علي خلق الناس من شجر شتى
وأنا وأنت خلقنا من شجرة واحدة، أنا أصلها وأنت فرعها. والحسن والحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام أغصانها، بشارة إليك. وشيعتنا الورق الملتف بهذه الشجرة، فمن تعلق بغصن من أغصانها أدخله الله إلى الجنة. هذه إشارة إلى خاصية هي لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. الخاصية الثانية، أين ولد أمير المؤمنين؟ صغارنا كبارنا يعلمون أن أمير المؤمنين عليه السلام ولد في بطن الكعبة، في ذلك البيت مهوى القلوب والأفئدة ومسعى الناس للتبرك والتشرف، لا فقط بالوصول بل بالنظر. النظر إلى علي عبادة، كون أن النظر إلى بيت الله عبادة أيها المؤمن. يقول أحد العلماء، ولعله أيضا ينقل عن الألوسي من علماء الإخوان، سبحان الذي يضع الأشياء في مواضعها، فوضعك يا أمير المؤمنين في هذا الموضع. يقول من رحم طاهر فاطمة ابنة أسعد يلحقها هذا الأمر، رحم طاهر، رحم مطهرة، صلاب طاهرة، إلى بيت طاهر. هذا البيت أصبح كالرحم لأمير المؤمنين لثلاثة أيام لما وضعته فاطمة، هي بقيت في بيت الله ثلاثة أيام. ويأتي الخسيس ويقول وما يضفي ولادة علي في بيت محفوف بالأصنام. شو العقلية هاي؟ قد تحدث عن بغضه، هذا دليل، يعني هذا دليل على بغض حسد لا زال في قلوب وفي أنفس حتى يأتي أمام الناس. يعني شنو، ما هي الفضيلة لأمير المؤمنين أن يولد في بيت الله؟ هو طبعا لا يجرؤ أن يقول أمير المؤمنين، هو يقول علي، أن يولد في بيت في داخله أصنام وعليه أصنام وحوله أصنام، يعني هاي من قبل أمير المؤمنين. أكو إنسان يجي ينظر إلى نصف الكأس يقول لك نصفه مملوء، واحد يقول لك نصفه فارغ، فارق بين ما ينظر إلى هذا وأيضا. ألا تنظر إلى المكان المقدس وتنظر إلى الأصنام؟ فما على البيت في قداسته من أن يوجد صنم؟ هل تذهب قداسة البيت؟ هل مقام ذلك المكان الرفيع يذهب كون أن صنم فيه موجود؟ هسه لا زالت هناك أصنام بشرية تحيط بهذا البيت، تتصرف في هذا البيت، تتحكم في هذا البيت، يجت على الأصنام الحجرية. ألا تقول أن الله جل وعلا أمر عباده أن يأتوا إلى البيت وكانت الأصنام موجودة؟ خب الأصنام ما سقطت إلا في فتح مكة، وإلى القرآن يتحدث عن قداسة البيت والأصنام فيه. بيت بناه الله جل وعلا قبل خلق آدم بألفي عام، ملائكة بنت هذا البيت، أنت تقدح بهذا البيت؟ ألم يصلي الرسول صلى الله عليه وآله تجاه هذا البيت والأصنام موجودة؟ الله قال لا تصلي لأن البيت به أصنام، أم قال لي توجه إلى البيت؟ راح نجيب الآن الرواية، غريب هذا الأمر. ألا يتحدث عن الإعجاز الإلهي في كون أن الجدار ينشق لهذه المرأة فتدخل إلى بيت الله؟
ألا يتحدث عن الإعجاز الإلهي كون أن المفتاح لا يعمل في باب الكعبة حتى يدخلوا إلى فاطمة ويخرجوها؟ ألا يتحدث عن كون فاطمة لما أرادت أن تخرج بعلي ما خرجت من الباب ولكن خرجت من المكان الذي دخلت فيه؟ ألا يتحدث عن هذه الآيات؟ ألا يتحدث عن تجديد البناء مرات ومرات ولا زال لا يتصدع البيت إلا من جهة ولادة علي المستجار وهو لا زال مفضدا كآية ظاهرة تقول للناس هذا علي؟ مش يقول الشاعر جبناها قبل ليلتين، صلوا على محمد وآل محمد. يقول الشاعر لم يفرض الله الحجيج لبيته لو لم تكن في بيته مولودا. هذا أمير المؤمنين سيدنا المعذرة، هذا أمير المؤمنين. ألا يتحدث هذا الخشيش عن تدخل السماء في غذائها وشرابها ورعايتها؟ ما المعروف أن المرأة في حالة الوضع تحتاج إلى عناية خاصة، طعام خاص. من الذي رعاها؟ من الذي أطعمها؟ من الذي سقاها؟ رب العزة هو الله جل وعلا. ولما خرجت مفتخرة تحمل بين يديها هذا الوليد العظيم قالت فضلت على كثير من نساء العالمين. امرأة تعرف ما تقول، وربك كلماتها، كلماتها الرنانة التي قالتها. أيقال أن مثل أهل هذا البيت كانوا يعبدون أصناما أو كفرة؟ هي لما وردت وأصابها الطلق رفعت طرفها إلى السماء قالت إلهي إني مؤمنة بك أنت رب البيت، ما توجهت إلى الأصنام، إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك وبكل كتاب أنزلته وبكل رسول أرسلته ومؤمنة بجدي إبراهيم الخليل وأنه بنى بيتك الحرام. إلهي بالبيت ومن بناه وبالجنين الذي هو في بطني وله شأن من الشأن، إلا ما فرجت علي فانشق لها الجدار ودخلت إلى البيت. وهذا دعاءها؟ هذا دعاء كافرة أم دعاء مؤمنة بالله جل وعلا؟ فضلت على كثير من نساء العالمين. من هم؟ تعرف مقامها؟ قالت تلك آسية عبدت الله في بيت لا يحب أن يعبد فيه إلا اضطرارا وتلك مريم المقدسة. الله، مريم المقدسة مو بيت الله الحرام، في بيت من بيوت الله، في بيت المقدس. ومع ذلك قيل لها اخرجي فهو بيت عبادة لا بيت ولادة. وأما أنا فقد دخلت إلى البيت ووضعت عليا على الرخامة الحمراء هناك. هذه هي المرأة، وهذه خصيصة من خصائص أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قال وأما الثالثة فقد اختار الله لأمير المؤمنين الحجر الطاهر. تفت أيها المؤمنين، حجر من؟ حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو منذ أن خرج من بيت الله تلقاه الرسول بأحضانه، يولى من بيت الله إلى أحضان رسول الله صلى الله عليه وآله. من ربى عليا، من أدب عليا هو أديب الله. أنا أديب الله وعلي أديبي. من يؤدبه الرسول ماذا يكون؟ أي شخصية تكون أيها المؤمن؟ ولقد علمتم مقامي من رسول الله
بالمنزلة الخصيصة والقرابة القريبة، لقد كان يكنفني فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، ولقد كان يمضغ الشيء فيلقمنيه. منذ الوهلة الأولى يقول إلى فاطمة أمه إلها دور في تربيته، يرد المعروف الرسول صلى الله عليه وآله: أمه قربي مهد علي مني. فكان الرسول صلى الله عليه يرعى شؤون علي، حتى كان يطهره يغسله، كان يطعمه الرسول صلى الله عليه وآله، كان يحمله يضعه على صدره ويجوب به شعاب مكة وجبالها وأوديتها، ويقول: هذا ابن عمي وأخي ووصيي وزوج ابنتي. كان يفتخر به الرسول صلى الله عليه وآله. وكما قلنا وضع الأشياء في مواضعها اختار الله جل وعلا. أصاب القوم قحط، مجاعة، جاء الرسول صلى الله عليه وآله إلى عمه العباس، قال: يا عم، لنمضي إلى أخيك ونخفف عنه، إياله كثير، أخذ أنا ولدا تأخذ أنت ولدا. قال: قم. فمضيا. فلما أخبراه بالأمر قال: إن تركتما لي عقيلا، يحب عقيل، فخذا من شئتما. فأخذ الرسول عليا، أخذ العباس جعفرا، الرسول صلى الله عليه وآله أخذ أمير المؤمنين ليبقى معه، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني باتباعه. هكذا هو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه بعضها خصائص كسبية كسبقه للإسلام، وقد تحدثنا عن ذلك، وكسبقه بالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله لسبع سنوات. يقول عفيف، رجل من الطائف، عند علاقة ويا العباس رضوان الله تعالى عليه، عادة إذا اجي قوافل قريش هم ينزلون من الطائف يتبضعون، يأخذون عطورا ثيابا كذا، وهذا يجا ونزل عند العباس. يقول: لما أطل الصباح كنا عند بيت الله، فلما ارتفعت السماء إلى فلما ارتفعت الشمس إلى كبد السماء، يقول: رأيت شابا قد دخل إلى البيت، جاء نظر إلى السماء ثم توجه إلى البيت وكبر. يقول: وإذا بغلام قد جاء خلفه ووقف على يمينه فكبر، فجاءت امرأة وقفت خلفهما كبرت، ركع الشاب ركع الغلام، ركعت المرأة، سجد الشاب سجد الغلام، سجدت المرأة. قلت: يا عباس، أدين جديد لم نسمع عنه من قبل. قال: أتعرف من هذا الشاب؟ هذا محمد. الله صل على محمد، هو ابن أخي، وهذا علي وهو ابن أخي، وهذه المرأة زوجه خديجة، والله ما على هذه الأرض سوى هؤلاء الثلاثة على هذا الدين. بلى، قد أخبرني يوما أن الله جل وعلا أرسله نبيا، من افتخارات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه أول من صلى خلف رسول الله لسبع سنوات، بعض الروايات تجد ست سنوات، بعض الروايات تجد تسع سنوات، بعض الروايات تجد ستة أشهر. هو خلف رسول الله يصلي والناس عكفا على أصنامها. بل من خصائصه الكسبية ما أوكل إليه من حماية الرسول
صلى الله عليه وآله منذ نعومة أظفاره وهو المستجيب وهو المؤثر وهو المضحي وهو المجاهد وهو الباذل لروحه ونفسه فداء لرسول الله حتى نال أعلى الأوسمة. فمن بينها ما صدع به جبرائيل: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، لأعطين الراية غدا في كل واقع أمير المؤمنين يأخذ تاجا ووساما، لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار لا يرجع إلا والنصر على يديه. على كل حال أوسم نالها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ضربة علي لعمر قيل أفضل وقيل تساوي عبادة الثقلين من الإنس والجن إلى يوم القيامة. فأي شخصية كشخصية أمير المؤمنين اختار لها الله رحما طاهرا وبيتا طاهرا وحجرا طاهرا وختمت حياته في بيت طاهر، وذاك لما علا صوت جبرائيل بين السماوات: أي ليلة مرت هذه الليلة، هذه ليلة الوداع، هذه ليلة الألم، هذه ليلة التوجع، هذه ليلة صرخات من حنايا دار أمير المؤمنين، صرخات تنادي و صرخات تنادي ويا يا أبتا أي ليلة هذه، يقول محمد بن الحنفية: بتنا ليلة الواحد والعشرين وقد سرى السم في جميع بدن أمير المؤمنين، نظرنا إلى رجليه وقد احمرتا من أثر ذلك السوم، قدمنا له الطعام فأبى، قدمنا له الشراب فأبى، فآيسنا منه. الله الله، يقول محمد: آيسنا، آيسنا من حياة علي. في مثل هذه الليلة ليس في دار علي لا طبيب ولا غريب، ليس في داره إلا العائلة، وإذا بأمير المؤمنين يجمع العائلة حوله. نظر إلى أبنائه فجعل يناديهم واحدا واحدا بأسمائهم، فيأتون إليه فيضمهم إلى صدره ويقبلهم، ثم دعا بالحسن والحسين اقتربا منه ضمهما إلى صدره يقبلهما طويلا،
ينظر إلى وجوههم ويبكي. قال الإمام الحسن: أبا لماذا تصنع هذا الصنيع؟ قال: بني اعلم أني رأيت رسول الله قبل الكائن بليلة، فشكوت له حالي من الأمة، فقال: يا علي ادعو عليهم. قلت: اللهم أبدلهم بي شرا مني وأبدلني بهم خيرا منهم. فقال لي رسول الله: لقد استجاب الله دعائك يا علي، أنت صائر إلينا بعد ثلاث، بناي وقد انقضت الثلاث، وإن يومي هذه الليلة. فضجوا ونادوا: وعلي وإماما. ثم قال لأبنائه من غير فاطمة: إن الإمام من بعدي هو الإمام الحسن، ومن بعده الإمام الحسين، فاسمعوا لهما وأطيعا. ثم قال: بني حسن، إذا أنا ميت فغسلني وكفني وحنطني بفاضل حنوط جدك رسول الله. خل نسأل أمير المؤمنين: كم قطعة بقيت يا علي؟ كم قطعة؟ قال: بني زينب علي بالأمانة الإلهية، جاءت بالأمانة الإلهية، قال: أخرجي ما فيها. أخرجت وإذا بكفن. بني زينب، فواحدة لأبيك وواحدة لأخيك الحسن. أمير المؤمنين، الحسين ماكو إلى قطعة. على قطعة للحسين. تفت إليه: بني أبا عبد الله، أنت شهيد هذه الأمة، تكفنك الخيل بحوافرها. أنت شهيد هذه الأمة، فعليك بالصبر يا ولدي. بني حسن، ثم ضعني في سريري وقفا عند مؤخرة السرير، فإذا ارتفع المقدم فارفع المؤخر، وسيرا حيث يسير المقدم، فإذا وضع المقدم فضع المؤخر، وقف وصل علي وكبر سبعا، واعلم أن ذلك لا يكون إلا على رجل يخرج في آخر الزمان، هو مهدي هذه الأمة، هو من ولد أخيك الحسين. ثم نح السرير وأزح التراب، ستجد قبرا محفورا وساجا منقورا. ثم أنزلني في قبري، ثم انظر إلي فإنك لن تجدني، اعلم أنه ما من نبي يموت في شرق الأرض ويموت وصيه في غربها إلا وجمع الله بين روحيهما وجسديهما ساعة. فإذا رأيتني عدت إلى القبر، فأشرج اللبن وأعفي التراب وأعفي قبري. آجركم الله. نظرت زينب وإذا بعلي يرشح عرقا. وعلي: أبا ما لي أراك ترشح عرقا؟ قال: بني، سمعت من جدك رسول الله أن المؤمن إذا حضره الموت عرق جبينه. يقول: جاءت وانكبت على صدره
وقد التفتت إلى الإمام الحسين تقول له يا حسين نشدك يا ولينا يا حسين لا تخفي علينا أش والدي عرق يرشح جبينا قلها يا زينب يا حزينة أخبرك خبر لا تظهرنا إحنا من أبونا مآيسين عند الفجر كهفك تفقدنا لما سمعت ذلك زينب قل لأبا حدثتني أم أيمن بحديث حدثني بحديث أم أيمن فقال بني الحديث ما حدثتك به أم أيمن كأني أراك مع أخواتك على عجف المطايا يدار بكن في هذا البلد يلا تروحين يا زينب سبيه وياك كل الفاطميه وحسين يبقى على الوطيه وعباس عالشاطير ميه ثم التفت الى الحسن والحسين أشار إليهما اقتربا قال أبنائي أوصيكم باليتامى وتكفلوا بالأيتام بعد يا يتامى أعطوا الوفد حقا وباروا للأيا أنا عندي علم هالشهر ما تم صيامه أوصل اليوم الواحد وعشرين وشي تلتم عليكم كل مصيبة وكل بلية انت تموت بسم من كف الدعية واخوك يا ابني ينذبح في الغاضر ويبقى ثلاثة ايام مرمي بغير تغسيل يقول للامام الحسين أبا ما أعجب مصيبتك يقول له يا أبو يا مصيبتي ما هي عجيبة عجيبة أسهامهم جسمك تصيب عجيبة من تظل زينب غريبة وتتيسر يا أبو يا ذيك الخدها قل لا عجيب يلا إذا يتتحمل قل لا عجيب من يحز الشمر نحرا عجيب من تدوس الخال صدره أوه وحسين يقول جاءت زينب وقفت أمام أبيها قل يا أبويا تدريني ما جف دمع عيني حد من تخليني بعدك يا داحلبة من زغر مهضومة كل عمري محرومة مثل أمي مظلومة يومي عندي مصاب لتنزف دمي ولا عيش أنا بهمي فاستذكرت أمي يا يا بيوم الباب اسمع
يقلها على هونش بالطف يسبونش وهنا يجيبونش أعظم وشد مصه. تقول له أبا إذا تخير لي كافر. قالها بني انظري هؤلاء إخوتك ماذا تريدين؟ تقول له أنا ريد أنا ريد من أخوتي اللي يخدموني اللي يخدموني وأما الحسن وحسين تخدمون عيوني يا اخوان سباع وان كان بالله تسألوني قلبي يختار البطل عباس الشفيه. يقلها يتكفلك عبا ابني شديد الباب يبقى بلي راس وجفوفه فوق تراب. تقل بضعيف الصوت يعني ما يضربوني. تقل بضعيف الصوت يعني ما يضربوني ولا بعد على الهزل يا ما يركبوني ولا يسلموني خماري وبمجلس يدخلوني ولا بصياط يضربوني مثل أمي المهضومة. يا لها من ليلة. تقول له أبا أما أظن أنت؟ قال بلى بني لقد دنا الرحيل والأجل. عندك وصية؟ تقول له بلى. بويا أوصيك بوصية وادري بيها مؤلمة من ينازلوك القبر سلم على أمي فاطمة. بويا أوصيك بوصية وادري بيها مؤلمة من ينازلوك القبر سلم على أمي فاطمة. ما أشك أنا يا بويا من ينازلوك القبر بجلك أمي الزهرة ويجري دمها من الصدور ويتلزم للضلع ويدع لخادها المنصطر. تبكي لام صابك يا بويا بالدموع الساكمة من تجيكم يا الزهرة ويجري من خادها الدمع مع الصبا مثلك يا بويا منها مكسور الضلع. بالله سلم لي عليه يا علي حام الشرع. قلها زينب أصبحت من بعد عيني ميتمة. بعد عندك وصايا؟ بلا وصية واحدة. قلها موعدي وياها أنا يا باب في أرض الطفوف هناك كلنا نجتمع يا مصرع إحسان العطوف ننظر الجسم مبضع بالرماح وبالسيوف. أجركم الله أغمي على أمير المؤمنين
فلما أفاق قال السلام عليكم يا رسول ربي. وعند احتضار الموت عرق جبينه سكن أنينه أطبق فاه وفاضت نفسه المقدسة. بأحب الخلق إليك.